لهذه المسألة ديال النقل السري فهو قضية هو ما مرتبطش يعني النشاط ديالو كيتزاد في هذه الفترات، والطلب طلب على النقل طلب على النقل كيتزاد بهذه المناسبات. كاينش لا ديسبونيبيليتي مع الوسائل النقل هذاك غير متاحة، ما كتستطعش تغطي كل الطلبات دل هذه الفترات هذه وهذه المناسبات هذه مثلا ديال الأعياد أو هذا. فلهذا السبب يعني كيبان يعني كي عند النقل السري كينشط، حيت حتى اللي ما كيمتهنوش بشكل يومي فرصة عندهم كيستغلوها بالأزمة اللي كتكون حاصلة في هذه المناسبات وبالتالي كيتزاد. أما بالنسبة لنا احنا قضية النقل السري القضية اللي كانت عبر التاريخ وتطورات حتى هي تطورات ودخلت لا تكنولوجي، وهذا الشيء يعود بدرجه ولا ما غاديش نقول غير المراقبه، غياب المراقبه او تهاون المراقبه قدر ما كاين عنده اسبابه الاقتصاديه والاجتماعيه. علاش هالظاهره غدا وغدا كتكثر.